إذا أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد ومع العملاق، التطبيق العملاق الذي يتوفر على جميع القنوات الريادية المشفرة بامتياز. إذا عندما تضغط على رابط التحميل الموجود أسفل الفيديو، إذا تأخذك إلى هذه الصفحة. إذا تنزل إلى أسفل تجد أيقونة التحميل، رابط التحميل، تضغط على داونلود يوجهك إلى صفحة التحميل مباشرة بدون أي روابط مختصرة أو إعلانات مزعجة. إذا تضغط على تنزيل فيتم تحميل البرنامج أوفغيغ، ثم بعد ذلك باراميتر لإزالة منع التطبيقات أو تثبيت التطبيقات على الهاتف، ثم انستالاسيون، ثم يقوم بعد ذلك بتثبيت البرنامج. عندما يتم تثبيته إذا تجد أيقونة التطبيق على هذا الشكل، هنا تضغط على الأيقونة فتظهر واجهة التطبيق وهي واجهة جميلة ورائعة. إذا هو تطبيق معروف جدا وعملاق في نقل المباريات. إذا لاحظوا الواجهة، إذا تقدم لك جميع المباريات لليوم والقادمة إن شاء الله. إذا ندخل مثلا على البين ماكس، إذا يعطينا جودات مختلفة للنت القوي، الضعيف، المتوسط، يعني على حسب الانترنت المتوفر لديك. ندخل مثلا على الجودة المتوسطة، لاحظوا فتشتغل المباراة مباشرة بدون تقطع بدون أي شيء. مثلا ندخل على نعيد، نختار مثلا الجودة التلقائية، لاحظوا تشتغل مباشرة، يعني لا تحتاج إلى انتظار طويل. إذا كما قلت سابقا، لاحظوا المقابلات القادمة إن شاء الله، أوروغواي، اليابان، الإكوادور، تشيلي، إلى غير ذلك، يعني جميع المقابلات. ثم لديه ميزة أخرى وهي القنوات المباشرة، لاحظوا جميع القنوات وكأنك تمتلك ساتيليت على هاتفك. ثم إضافة إلى هذا، هناك ميزة جميلة جدا وهي أن التطبيق يخبرك دائما عبر إرسال رسالات بكل مباراة، يعني يذكرك بالمباراة القادمة. إذا أحبابي في الله، إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا باشتراك، ولايك للفيديو، وإن كان أي استفسار تعليق أسفل الفيديو، وإلى فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.